السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. خالد الغندور امبارح كان بينعي الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، اللهم أمين يا رب العالمين. وكان بيقول الداعية عبلة الكحلاوي صاحبة أغنية المصريين هم. خالد الغندور طالما ما بتفهمش في حاجة ما تجودش، خلي الإعداد يقول لك الكلمة في ودنك وقولها زي ما الإعداد بيقول لك وخلاص. بس انما هتقعد تجود لي وتعمل لي فيها فاهم وعارف وتتكلم وتخبط، لا. ما هي ما الدكتوره عبله الكحلاوي داعيه اسلاميه خريجه الفقه والدراسات، كليه الفقه والدراسات الاسلاميه، وبسم الله ما شاء الله لها اعمال خيريه كثيره ربنا يجعلها في ميزان حسناتها. هي ابنه الفنان الراحل محمد الكحلاوي اللي اعتزل واتجه للاغاني الدينيه في نهايه حياته، يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويرحمنا جميعا. اما صاحبه اغنيه المصريين هم خالد الغندور فهي الفنانه ياسمين الخيام، او ده الاسم الفني بتاعها يعني، لكن هي اعتزلت وهي بنت للشيخ القارئ محمود الحصري، ربنا يرحمنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. فما تجودش يا خلود، يعني خليك انت في الهبد اللي بتهبده والكلام والمؤامرات والكذب والتضليل اللي بتضلله لجمهورك يعني، فما تتكلمش في حاجه. قول الاعداد بيقول لك في ودنك الاربي، قول كذا قول كذا كذا وخلاص، ما يعني ما تجودش يعني، مش محتاجه هي. المهم ابراهيم فايق استضاف امبارح وكيل كارتيرو، واستضاف عضو اللجنه التنفيذيه في نادي الزمالك ابراهيم عبد الله. هنتكلم عن الاثنين في حاجتين مهمين يعني. طبعا وكيل كارتيرو ايه السبب انه طالع دلوقتي؟ طب ايه السبب ان هو بيجمل صورة كارتيرو؟ كارتيرو ساب نادي الزمالك بطريقة يعني عادية ان حسبتها على حد وصفهم لرمضان صبحي بانه شيء عادي واحتراف، فاللي عمله كارتيرو شيء عادي واحتراف، اذا هم اعتبروه خاين وبتاع، لكن رمضان ده احتراف يعني. فالمهم كارتيرو مشي من الزمالك، دفع الشاطئ الجزائري وراح نادي التعاون السعودي. على ما يبدو قلت لحضراتكم ان فيه يعني مدربين ربما هيجوا بعد اروى برينا بعد مباراه النادي الاهلي، او النادي الاهلي باذن الله النادي الاهلي يكسب مباراه بيراميدز اللي هتكون يوم الثلاث المقبل الساعه 7:30 مساء على ملعب الدفاع الجوي. بمناسبه المباراه انا قلت لحضراتكم في فيديو امبارح يا ريت كل واحد يكتب التشكيل اللي هو شايفه الامثل للمباراه، ومحدش كتب على ما يبدو ان حضراتكم ما بتتابعوش الفيديوهات للاخر يعني. المهم اروى برينا لو النادي الاهلي كسبه فاتجاه كبير واحتمال كبير على رحيل اروى برينا، واتجاه لاستخدام باترس كارديرون. الكلام ده احنا قلناه من يومين، كان باترس كارديرون مرشح، وكان قبل كده هاب جام وفايلر مرشح، لكن بما ان الراجل وكيل اعمال كارديرون ظهر امبارح مع ابراهيم فاي وقعد قال لك انه سبب رحيل كارديرون عن نادي الزمالك كان عايز يمشي من نادي الزمالك قبلها ب 17 يوم، والسبب قال له انه مش عارف يقعد او زي بالبلدي كده مش عارف يتلم على امير مرتضى منصور علشان يتكلم معاه بخصوص ازمات اللعيبه ومستحقات اللعيبه، واللعيبه لها مستحقات كتير متاخره، فما كانش عارف يتاقلم مع الجو، حب ان هو يمشي يعني قبل القصه ب 17 يوم. لكن زي ما بقول لحضراتكم ده ربما يكون تمهيد لعوده باترس كارتيرون الى مصر من خلال بوابه نادي بيراميدز يعني. وكيل الاعمال طلع بالتنسيق مع بيراميدز، مهد الجو عشان الجمهور وعشان الضغوط اللي ما تكونش على كارتيرون، علشان ما يطلعوش يقول لك اصل باترس كان بيتحارب من جمهور زي رمضان صبحي بيتقابل في الشارع مش عارف بيحصل له ايه يعني. الجزء الاخر الخاص بابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه بنادي الزمالك، انتوا عارفين ان في ازمات ماليه كثيره في نادي الزمالك، في لعبات كثيره داخل نادي الزمالك، لعيبه كتير ما خدوش مستحقاتها لشهور. وكان اللي ظاهر على السطح واللي طفى على السطح يعني اللي هو ازمه كره فريق كره اليد، واحد لعيبه كره اليد كان يتكلم وقال لك مشكلتنا احنا لما رحنا نشتكي او نطالب بمستحقاتنا احد اعضاء اللجنه التنفيذيه واحد مسؤول من الزمالك قال لنا اللي مش عاجبك يمشي، يعني انتوا كره ايه؟ ده احنا نلعب بالناشئين. ف
المستشار محمد عطية كتب على تويتر ان هذا لا يليق ولابد من محاسبة هذا الشخص اللي قال للعيبة كذا، اللعيبة دي عملوا انجازات وحققوا بطولات للنادي وي وي وي. وفي الاخر قال لك هذا الشخص هو ابراهيم عبد الله. ابراهيم عبد الله عمل مداخلة مع ابراهيم فايق طبعا، وكل شوية كل واحد يطلع يقول لك ايه اخبار كاذبة غرضها هدم استقرار نادي الزمالك، وهم اللي بيطلعوها. يعني خالد الغندور تلاقيه بيتكلم في موضوع يقول لك الزمالك هيجيب ثلاث لعيبه ومصطفى محمد اصبح قريب من جالتا سراي، اشرف قاسم يقول لك لا مصطفى محمد مكمل معايا، وابراهيم عبد الله كل الناس بتطلع اقاويل واشاعات مفيش حاجه الى الان حدثت يعني. فواحد يتكلم وواحد ينفي وواحد وعلى ما يبدو ان اداره نادي الزمالك مش عارفه هي عايزه ايه، وعلى ما يبدو ان اللي بيحرك نادي الزمالك هم اللاعبين. بمعنى ايه اللي هم اللاعبين؟ يعني الاخ مصطفى محمد من بعد مشكله رونالد رومير رئيس نادي سانت اتيان والبيان وهكشف وعمولات وفضيحه واللي 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 والتت والبت والكلام ده كله، مصطفى محمد قال لك خلاص انا مكمل ومش هينفع اروح في النادي. فقالوا بانوا خطتهم على كلام مصطفى محمد. هو مصطفى محمد قالوا علشان ما يخسرش جماهير نادي الزمالك اللي كانت غضبانه عليه وعاوز يكسبها تاني في حضنه. وقتها انا قلت اللي كتب له الكلام ده راجل ذكي يعني، علشان يفتح لو في حاله اي وجود عرض احتراف هيفتح الباب تاني، انا اهو معاكم وبحبكم بس انتوا ما تقفوش ضد مستقبلي. فامبارح في كلام كتير تاني عن ان جالتا سراي عايز يدفع 2 مليون دولار مقابل استعاره مصطفى محمد لمده موسم ونصف، والناحيه الثانيه سانت اتيان بيقول لك فاتح خط برضه ممكن يقدم على قرض على ب 4 مليون يورو ولا 4 مليون دولار عشان يشتري محمد مصطفى محمد كاش يعني. فبداوا يتكلموا تاني، مصطفى محمد هيمشي، طب عايزين لعيبه نجيبهم بدل مصطفى مفرود ومدافع، على الرغم منهم من يومين قال لك باتشيكو مش عايز اي حاجه طالما مصطفى محمد قاعد وفرجاني قاعد باتشيكو مش عايز حاجه تاني. معنى كده ان الاداره بتتحرك وفقا لاراء واهواء. وقلت حضراتكم امبارح مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، ادم وكيل بيقول لك مصمم لا ومش هيستنى لاولمبياد طوكيو لان ممكن تتلغي اولمبياد طوكيو ما تتلعبش من الاساس يعني، فالفرصه تضيع لمصطفى محمد. فمن وقت الكلام ده ما تردد قال لك هنجيب لعيبه تاني، وشويه مصطفى محمد يقول لك لا وبعدين يرجع لك مش جايبين لعيبه تاني، لا احنا اكتفينا كده، فاللعيبه في نادي الزمالك. فالمهم طلع ابراهيم عبد الله مع ابراهيم فايق قال لك الكلام هذا لا يليق وانا سوف اتوجه لمجلس القضاء الاعلى بشكوى الراجل اللي اتكلم. ابراهيم فايق قال له ما هو معروف يعني، هو المستشار محمد هو اللي اتكلم وكتب الكلام ده كله، قال لك هشتكي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فعلى ما يبدو ان الناس في نادي الزمالك مش بس عصر مرتضى منصور هو اللي فيه شكاوي وشكاوى وازمات، كل عهد نادي الزمالك من الكبير للصغير بيشغال شكاوي عادتهم يعني. هم وبعدين هم يعني لو اتخلوا عن عادتهم هيحسوا في حاجه غلط يعني، ده مش طبعنا يعني. بالنسبه لنادي الزمالك هو اخبار ضحك تضحك يعني، بيقول لك نادي الزمالك يرفض تقديم شكوى للفيفا بشان التحكيم المصري يعني. طب ما تورونا شطارتكم يا اخي، وروا روحوا اشتكوا، خلونا عورونا السك واعملوا زي ميدو كده ما راح اشتكى ويقول لك احنا في لجنه الاساطير والناس تسخر منه. وانا ضد السخريه ضد ميدو، يقول لك لجنه المساطير. لا يا اخواني ما تطلعوش الكلام ده على ميدو ومساطير، واحنا ضد ان مرتضى منصور كان بيقول له ميدو بيروح خرابات في اوروبا، نيجي احنا هنا راجل بيتكلم مع محمد جناه ومصحفه يقول لك لجنه الاساطير مين يا عم؟ واخد بالك؟ فبلاش يعني. فالزمالك برضه ماشي على هيمشي على خطه ميدو يقول لك احنا رفض لا لا نادي الوطنيه فيها الشك. طب ما تورينا يا عم، انا عمري شفت راح اشتكى لجنه حكام شهاده التحكيم. طب انت ايه دليلك يعني؟ هل معاك تسجيل قلت لك اه هنحسب المباراه لصالح اسوان عشان نستبعد نادي الزمالك؟ انا الكلام ده بتكلمه بناء على الاخبار، لكن انا اعتقد ان الناس بتوع المسؤولين عن نادي الزمالك ناس مستشارين فاهمين في اللوائح والقوانين يعني، ما يقولوش هذا الكلام يعني. ما فيش حد اتعاقب على خطا تحكيمي، كله شان داخلي البطوله هي، الا اذا كان في بقى ادله عندك انت فلان، زي انتوا مثلا حمد النقاص هو راح بالبق كده والله انا ليا فلوس عند الناس ديت ومش عارف ايه في اليوم الفلاني ما دفعوش، وقالوا له هات يا ابني شهودك ان انت ما خدتش فلوس في اليوم، ولا قالوا له هات ورقه تثبت ان انت الراتب بتاعك شهري، قالوا له هات انت عندك بقى دليل تاني وهنقولها تاني ونقول. لكن الجمهور اهو بيصدق، شفتوا بقى الزمالك كان ممكن في ايده يعمل مش عارف ايه. لكن فبرضه بيقول لك جماهير نادي الزمالك عامله دعم تاريخي لعبد الحليم علي، والهاشتاج هو ادعم عبد الحليم علي في الترند في التويتر ومش عارف ايه، الناس بيدافعوا عنه بسبب انتقاده للظلم التحكيمي اللي اتعرض ليه نادي اللي بتاع، فحصل هجوم عليه لانه قال لك اعترض بالطريقه، انا ما شفتش للامان لكن هم بيتكلموا على الهاشتاج يعني،
يقول لك اقبال تاريخي، فكرني في فيلم التجربه الدنماركيه، الاقبال تاريخي على المكتبه النهارده يا فندم، كان اسمها هانيتا ولا زانيتا ولا لوليتا، انا فاكر كان اسمها، بس اقبال تاريخي النهارده على المكتبه يا فندم. يعني ربنا مع الجميع. بالنسبه للاتحاد القطري وانباء لاعب مباريات كاس العالم للانديه في قطر بدون جمهور، خالد الكواري عضو الاتحاد القطري قال لك مفيش اي شيء من هذا القبيل، كل هذه ادعاءات ليس لها اي اساس من الصحه، لان الفيفا لم يخطر اللجنه المنظمه ولا الاتحاد القطري بعدم وجود جماهير. قال لك لم يصلنا اي قرار رسمي يخص مساله الغاء الحضور الجماهيري، كنت عارفين طبعا ان كان يبقى في حضور جماهيري حوالي 30% من سعه الاستادات يعني. قال لك ايه، مفيش الكلام ده كله وما يتردد بهذا الصدد، امور لا اساس لها من الصحه مطلقا. وقال الاتحاد الدولي لم يبلغنا بالغاء قرار تواجد نسبه 30% من الجماهير. بالنسبه لحكم قلت لحضراتكم امبارح الاتحاد ولجنه حكم بتضع الاهلي بين كفي الراحه زي ما بيقولوا، جهاد جريشه اللي خربها مع النادي الاهلي قبل كده، محمد الحنفي اللي خربها برضه مع النادي الاهلي قبل كده، لان ما عندناش حكم ده حكام غير هؤلاء يعني ابراهيم نور الدين وامين عمر ومحمود البنا، دول بره ف اللي في التصفيات الافريقيه المؤهله اللي مش عارف اللي الشباب تحت 17 سنه في الجزائر، يا اما اللي في بتاع المحليين كاس افريقيا للمحليين وهكذا، فهم دول عاجبك ولا نجيب لك واحد، نجيب واحد من الدرجه الثالثه يتعلم فيكو، ما هو ده يتعلم فينا، واحد تاني هيبوظ الدنيا، طب ربنا يسترها علينا بقى. تنسوش اكتبوا تشكيل مباراه النادي الاهلي لمباراه بيراميدز. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.